شكرا. وحاول نفس الموضوع يحضر معنا أيضا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي. إذا السيد العبدلي، هل من تداعيات قانونية لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين؟ هو بالنسبة لإسرائيل تاريخيا منذ تكوين هذه الدولة في 15 مايو 1948 ترتكب الجرائم. الاحتلال في حد ذاته هو جريمة، ومنذ 1948 لم تعاقب إسرائيل عن هذه الجريمة، وهذا ما شجعها ودفعها إلى أن ترتكب كل الجرائم الدولية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، عدوان مسلح، لكن بقيت إسرائيل خارج إطار القانون الدولي. لماذا برأيك؟ لأنها محمية من الدول النافذة في المجتمع الدولي والتي خلقت قواعد القانون الدولي. هذه الحماية تتمتع بها إسرائيل من كل دول النافذة، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وكأنهم يريدون تبرير الجرائم التي ارتكبت في حق اليهود في الحرب العالمية الثانية على حساب العرب وحساب الفلسطينيين، وأصبحت قواعد القانون. نعم، حتى لا ندخل في المسألة الدينية، لأن اليهود موجودون في كل أنحاء العالم ولا يتحملون مسؤولية ربما هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونتحدث هنا عن دولة صهيونية مستعمرة لفلسطين، حتى لا نترك يعني الصراع في الجانب الديني. لكن ما أعطيك مثال سيد العبدلي، مثلا في تطورات الأزمة الأوكرانية، المحكمة الجنائية الدولية استصدرت بطاقة جلب في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهمته بجرائم. يعني عندما ربما تريد أن تتحرك هذه الهيئات الدولية تتحرك، لماذا في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني لا تتحرك؟ هو قبل كل شيء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر عام 1950 يسميها دولة إسرائيل، هذا من ناحية القانونية. قلت قبل قليل إن قواعد القانون الدولي لا تحترم من خلال إسرائيل، وبقيت بدون عقاب، ولهذا نرى أن كل المؤسسات الدولية وحتى المحاكم الدولية نراها تخشى إسرائيل. لماذا؟ لأن وراءها قوى عظمى. ف مثلا المثال الحي الذي ذكرته أنت قبل قليل، أوكرانيا مباشرة حاليا رئيس دولة معتدية في أوكرانيا تم إصدار بطاقة إيقاف وجلبه إن أمكن الأمر. بالنسبة للإسرائيليين ذلك لن يحصل. منذ 2015 والفلسطينيون أودعوا قضايا في المحكمة الجنائية الدولية، وإلى حد الآن لم يتم التحقيق فيها إلى اليوم، وبالتالي فإسرائيل هي خارج قواعد القانون الدولي، ومن هو خارج قواعد القانون الدولي يجب أن يحترمه من خلال فرض العقوبات عليه. يعني برأيك الحل هو تغير لعبة التوازنات في المجتمع الدولي حتى تتحرك ربما الهيئة الدولية لمعاقبة المحتل الإسرائيلي؟ لا أتصور أن تغير موازين القوى. كان الاتحاد السوفيتي سابقا موجود، وهو أول من صوت ستالين في عهده على انضمام إسرائيل للأمم المتحدة. ليس ذلك. هو ما هو الحل برأيك؟ الحل هو قبل كل شيء هو عربي إسلامي بين الدول العربية والإسلامية، أن تتكاتف فيما بعد لمساندة الشعب الفلسطيني ودعمه بكل الوسائل القانونية وحتى المالية ليستطيع الدفاع عن نفسه، لأن هذا الكيان لا يفهم شيئا إلا القوة. نعم، في الانتظار أشكرك أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي على كل هذه الإيضاحات.